وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية توقيع اتفاقيتين. الأولى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والثانية اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي أدنوك وتوتال إنرجيز. وتركز الشراكة الاستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعدادا للدورة 28 لمؤتمر الأطراف COP28 التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023. وتستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات الطويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا موردا مسؤولا وموثوقا للطاقة، حيث تمتلك الدولة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم وتلتزم بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمية. وقع الاتفاقيتين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، ومعالي نيس بانيه روناتش وزيرة تحول الطاقة، فيما وقع الاتفاقية الثانية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر والسيد باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال.